يعني غشيت ما ادري غشيت او لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو بخير؟ رجعت لكم في مقطع جديد. هلا والله شو بكم من زمانكم مشتاق لكم. في هذا الفيديو يا شباب ماينكرافت بسلسلة كاستم مابات بالقناة. طبعا جماعة هذا كاستم مابات باليمين اللي راح يطلع لكم هنا. دزتوا لي هذه الكاستم، قالوا لي احمد جرب هذا كاستم ماب رهيب، يعني عبارة عن 30 غرفة وحاول انه تعبرها، عبارة عن الغاز بسيطة كيش بسيطة. فقلت خلينا اجربه وياكم. طبعا شباب قبل لا نبدي خلينا نوصل 25,000 لايك كحد عادي يعني لايكات. وخلي طبعا يقول لي ايام جيرمان الماني ما بكريتور باي، هذا منطيني اسمه بعد السوالف منطيني اياها القوانين. لا تغش ولا تكسر بلوكه ولا تعبر من هالحكي، هاف فان. انا الحكي بعد شنو شغلات جديده شنو هاي؟ يقول لي يقول لي لا تطلع، يعني لا شلون يعني لا تعصب وتطلع من اللعبه مثل ما سواها اخوي. اوكي ستارت. غرفة الشستات، غرفة الصناديق. ايش راح اسوي انا حاليا بغرفة هذه الصناديق؟ اوكي والله خلينا نشوف شنو عندنا. ما ابي نشوف فراغات. سمعت شي؟ دقيقة. كفتشي. والله نايس، عبرنا المرحلة الأولى أتوقع هيجي بالضبط. يقول لي جليتش روم، غرفة الجليتش. ايش راح اسوي بهاي غرفة الجليتش؟ اوكي منطيني ريد ستون. اتوقع اوصلها هنا. شنو هاي؟ صندوق؟ صح هذا جليتش. طبعا هاي متى تكسر صوته مزعج. اوكي عندنا حاليا ما عندنا بيت. اي نحط الزر شباب. عبرناها. ارشر روم، غرفة هذا الرامي، عرفت شلون؟ نايس، منطينا اسهم، منطينا بو، منطينا هذا. اوكي خلينا نبدي هنا. اضربها. ما جت عدلة؟ لازم اتقرب، اتوقع ما وقفوا هنا. تعال. لا سممني. اوكي مو مشكلة. راح اعبر هاي. بالله خليني اجرب هاي. ايش صار؟ لا ساحرة. قدرت اقتلها. زين هنا. لا هذا اكثر وحوش اكرهها. واو هذا الراس، هذا سكلتون. شنو مزيدين نسبته شنو؟ المهم اتوقع هو هذا الاخير. اي هذا اخير واحد. والله بتشي. براوينج روم. اوكي اتوقع والله فهمت شباب. هاي الغرفه اتوقع فتشي هنا ورا اللافا. اقدر اسوي هيك واباها. طبعا ماكو شيء هنا جوا اللافا، يجوز ورا اللافا. اي مبينه ورا اللافا. فلازم شنو اسوي شباب؟ لازم اخذ هاي الماجما. الماجما اللي يعرف للبوشينات شباب، الماجما تصنع لك بويزن يخليك ما تحترق، يعني ما تموت من الحر. الماجما يلا شو تعطيني؟ فاير. حلو فاخذها الشباب. طبعا اللاعب بدا يجوع فلازم اتوقع اسوي جيم مود 2. فخليني اخذ الماجما مال الماجما نشرب. شوفوا شباب ما احترق اتوقع بشكل بالضبط مثل ما توقعت. اجي هنا انا واخذ البوتون واطلع. طبعا ايش قد مطينا؟ 3 دقائق. فانا اقدر ازيده واسوي 8 مو مشكله. فخلينا ناخذ هاي. نايس. طبعا سبام بوينت. اوكي يقول لي روم ما بيها اسم. This is hard. What؟ صعبة يعني. Ready for boss. البوس هناك قدام. زين قربت المايك قلت حتى بلكي تكون الصوت ممتاز.
شنو اللي اسوي حاليا؟ والله ما ادري الصراحة. ايه مثل ما توقعت انا يعني اغلب المابات اذا ما تلقى الزر يعني لاعب هواي مابات مال البحث عن الزر دائما القاه براسي. طلعت برا الماب. شيت. كريتيف صح اطلع برا. لا خلي اجي هنا انا وجيم مود 2. لا 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 بدت. اوكي رجعني وين؟ رجعني هنا. ابلع. تعال ابلع قتلتك. اوكي شو راح اسوي حاليا شباب؟ هذا الزر موجود هنا أنا. قبل اخذ هذا ويب اطلع. تشيك بوينت نايس حلو صار لنا تشيك بوينت. اوكي هذا الزر شنو؟ والله خليني اركض ورا اشوف شو يوديني وين. يوديني وين؟ شو يوديني وين؟ شو يوديني وين؟ فتح ب... لازم اصير اسرع من عنده. اوكي اكو شغله حلوه قدامنا واركض قبل اوصل قبله. طن طن دررن دن دررن دن. شوفوا شوفوا وصلت قبله نايس. اوكي هسه ايش راح اسوي؟ شنو عندنا حاليا؟ وانا بلاي اجين. شنو هذا الزر؟ ما يسوي شيء. كلابة هنا. كلابة هنا شباب. زين شلون؟ اي. خليني اخذ هذا مال النار. ما معقولة يعني اطيح جوا وما اموت. اي هم زين. لقيت الزر. اوكي نايس. احاول اطيح قبل. ايه هسه ممتاز. صندوق حلو بي بوتون وهذا البوتون يرجعني. فانا اخذ هذا البوتون واحطه هنا واعبر فرنس روم. او لا تقول لي ادور وين راح الغاز. وين راح الغاز؟ اوه لقيته والله لقيته. انا ما توقعت راح القاه بسهوله. اوكي يقول لي ميوزك روم. ايش راح اسوي؟ والله ايش منطيني؟ منطيني عدد من الميوزيكات مثلا. حاخذ لي واحدة احطها. لازم ميوزك. لازم ميوزك والله. هاي والله صار نايس. صوت الميوزك دقيقة. حلو نصيت الصوت مالها. يقول لي بستن. غرفة مال بستنات. لازم شو اسوي؟ اتوقع لازم لازم انقلها. باعوا الشباب باعوا. اجيب هذا اسحبها ارجع. عرفت شلون؟ بعدين ها ادفعها. لا بالغلط اصبر. هاي احطها هيجي حلو. بعدين انزل هاي وادفعها. بعدين هاي تاخذها. وبعدين هذا اتوقع ياخذها. وبعدين هذا يرفعها ممتاز. بعدين هذا يدفعها. وبعدين شنو الشيء يصير؟ هذا يدفعها حلو. بعدين هذا ياخذها وهذا يدفعها ممتاز. راح اموت. اللي اقتلهم يلا. اوكي يقول do you remember the disk؟ تتذكر الديسك؟ اي هذا واتذكر هناك. put the disk in the right chest. الديسكات يقول مو الديسك الديسكات. اي يقول حط الديسكات بالرايت تشيست يعني هنا او هنا. ويل اوبن ذا دور اند جيف يو. والله رجعني. اوكي
بس اذا اخذ هذا راح ينسد الباب. اتوقع هذا بقي اخذ ذني خاف. هو قال الديسكات ما قال الديسك. يعني الديسكات يعني كلهن. فخلي نجيبه ونحطهن. بعد لازم اتحرك. بعد اوكي. لازم احطهن بالرايت شو اسمه. ما صار شيء. اتوقع بالرايت الثاني. هذا ولا هذا مو رايت ما ادري اجرب. اوب فتح وطاني ستيك. شنو اسوي شباب؟ تاب if you want to get the effect again put the stuff on the chest. حطها بالتشيست. ما افتهمت ما افتهمت. والله الجواب ما ادري يعني شو اسوي ما ادري والله. صراحة ما ادري. هذا يسد الباب. اوه كل ما رجع يعطيني ستيكاي. زين سؤال اذا احط ستيك هنا ستيك هنا ستيك هنا ما يعطيني شيء. ايش اسوي؟ والله سوات ايش راح اسوي؟ اني ما اعرف. كتبوا التعليقات اللي راح حمل الماب وحلها. كتبوا التعليقات هذا قبل ينقني. كتبوا لي شباب بالتعليقات اللي راح حمل الماب. ما ادري المهم خلينا نشوف هاي المهمه شنو هي. اوكي يقول غرفه الدقم يعني او الازرار. عندنا A B C D E F G. عندي ارقام وعندي هنا دي 6. شنو قصده دي 6؟ ها بالله دقيقه. دي هذا و6 هذا يعني قصده هيجي. اي والله اوكي. كود روم غرفه الاكواد يعني لازم لازم اسوي اف 2 ودي 5 واي 6 وسي 2 حتى يفتح لي هذا الباب. يعني لازم ارجع اكتبهن اثنينات. يعني احتاج اول شيء اف 2 هذا ودي 5 دي 5 هاي دي 5 واي 6 وسي 2 وهذا اتوقع الدقمة قبل شوي هاي كانت. اي والله فتح. اوكي ايش راح اسوي شباب هنا هالمره؟ ايش راح اسوي شباب هالمره هنا؟ غيرت اللون مال الاضاءه. احس وجهي صار اصفر هالمره بياضته اكثر حتى يصير وجهي ابيض. المهم ايش راح اسوي هالمره؟ نفس اللي قبلها بس وين الجرافل بيستر روم. The redstone is useless. يقول لي redstone غير مهم. شباب عندي فكره. كان ما ادري redstone والله صارت اصلا يعني غشيت ما ادري غشيتها او لا. يا اخترعت لا تعالوا. اتوقع ما اتأثر. لا اشرب تعال فاضي. خلينا نشوف هذا شنو بي بطن. لا متت بس اتوقع. اي حلو البطن صار عندي حتى اروح ادق الباب. بس ادق الباب شنو؟ احط الزر واطب قوة جوا على طول. عرفت شلون؟ يلا استعداد شباب. هاي الزر. اوكي روح بعيد. تشيك بوينت. يو يمه شنو هاي؟
يقول لافا روم نفس القبل هم المهمة. انزين منطيني مال ارنب اللي قمزني، ايش راح اسوي بالهذا؟ لا شكرا. فهمت شباب، فهمت شنو قصده. اول شيء خلي ادني الغراض الزايده اللي عندي. اوكي يقول اروح اصنع انا مشروب يخليني اقمز عالي. من راح اقمز عالي انا؟ راح اخذ بالصندوق الدقمه، عرفت شلون؟ فيب ما اقدر احاول، ما مستحيل. كمل. اوه طاي جمب بوست. اوكي اتوقع هسه اي هسه شوف شباب حلو طاني بوتون. هسه اتوقع لازم ارجع. هسه ايش انا شنو بهالوزه هاي؟ خليني اخذها، ضيعت علي مشروب كامل ممكن احتاج بالمهمات الجايه. شو ما يقمز؟ ليش؟ اكو خطأ؟ ما ادري. شباب جت على بالي فد فكرة. السباحة. والله ما ادري شباب، ما اعرف ليش ما جاي يقمزني. المهم كوماند روم، كان يو تي بي تشيك اول اوف ذا لوكيشن. اسوي تي ها اسوي تي بي. اوكي خلنا نسوي تي بي هنا مثلا. اول وحدة لوكيشن واحد. تي بي سالب 6 1 7 4. اوكي باتري لوك نيكست تايم. اكو لوكيشن ثاني والله خلي اروح له. تي بي سالب 5. والله لقيت من اول لوكيشن. نايس نايس. اوكي اتوقع هاي المهمه اللي دائما نسويها ايزي صارت عندي هاي. والله خلق مس يما. اوكي سوي هيك اطفر فت واتر روم. تب يو كان درو ستاف. لازم هذني كلنا نحط عليهم غراض. والله بس لازم زين هاي لازم اذب شغلات. اوكي يعني مثلا فهمت، لازم افتح هاي مثلا شباب واذب هالشي هنا ببطن هذا، عرفت شلون؟ هنا واذبه مثلا هاي ريد ستون. اقدر اقفد ميزه حلوه احط هاي هنا اذا تشوفون انفتح، بس انا حاط هنا شغله احطها. شوفوا اتوقع 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 ممتاز. اي حلو واخيرا هو راح يروح منا وينزل ايزي. بقى شنو؟ بقت هاي وهاي. والله اوكي خلينا ندب لنا فد وحده هنا. اتوقع راح يروح على اليمنى. نايس. قبل صار هسه قبل شوفوا. نايس يما هاي شنو؟ كل لازم اوصل هنا. بعد طاحت بعدين هاي وبعدين اتوقع هاي دخلت. اوكي نفس الفكره مو سيف زون ايزي بيزي. توقع وصلت للاخيره شباب الصعبه كلش. شباب اذا تردون ننزل حلقه ثانيه من هاي السلسله خلينا نوصل لايكات عاليه. اذا تردون نكمل السلسله هاي اتوقع الحلقه الجايه تكون قصيره ما ادري.
المهم وصلت الحلقة يا شباب، ان شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسى تطقنا بلايك وتشترك بقناة التجديد وتشوف فيديوهاتنا السابقة. اراكم قريبا سوليتر، في امان الله، مع السلامة، باي باي.